قالوا لي اسمح لي فريق الاعداد اعطوني الفوبيا تاع ياسمين. فريق الاعداد فهمناش عليها. انا زميلتكم نحبكم. بورسنتاج صغير اللي عندهم الفوبيا في العالم هذا. شنو هو بورسنتاج صغير بزاف؟ علاش تضحكين كاش حاجه؟ هي عندها زوز، عندها زوز. عندك عندك حيوان تخافي منه؟ اي زوج. والحيوان هذاك مسكين مسكين بارئ جدا ما يدير والو. ايه والثاني تخافي من القطط صح؟ ما على باليش انا، ما على بالي ما قلتش ما نقولش لا اصرح. جيبوا قط شوفوا تخاف ولا لا. اعطيني القط نشوفه. يلا اعطيني القط مع الزملاء خليني نشوفه. عند فرح ياسمين على الكاميرا الخفية. رمضان كريم. كاش قط؟ ما كانش. ما كانش. لا ما كانش. مفيدة على بالنا تهربي. وهذه تضل تدافع المرأة وما عارف شنو وشنو. ها دافعي. كانش أمين تضل تدافع الحرام. كلهم حرام تخوفوا الأخرى. ما كانش معنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القطط إنهن طوافون بكم. خافي من حاجة طوف بك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من أنه أحب الصحابة للنبي اسمه أبو هريرة. شو خليك يخاف القط؟ هو قال يا خلينا نجيبك طيط نشوفك تخافي من القط. جرب. ما فهمتش انا كيفاش يخافوا من حيوانات بريئه جميله ما دير والو. القط يعني الكلب يقدر يعض، القطه يعني حتى تعضك ما حدير والو. لا لا والله ما نخاف من القط، انا سايرتكم فقط باش نشوفوا الا حبيتوا تجيبوا لك. هذيك هي. انا ما نحبش. جميل. طيب سؤالي ليك ايضا، شفنا انه ربما راكي راح ديري ايضا عن مذكره التخرج ايضا كيف ربما يوقفوا ويتكلموا صح؟ داخله في الجلسه. ايه في الجلسة. الجلسة مفتوحة لكل من يخاف من التحدث، يعني سواء كان طالب جامعي يخاف من مناقشة المذكرة ورجية. نعم ميمور. العديد العديد من الناس، عندي آلاف الطلبة سجلوا وكل واحد يخاف ببساطة. بس راح تنجح تعرف عليها. الله يخليك. لأنها راوغتكم درك واحد المراوغة على الفوبيا. تعرفي. ما راوغتناش احنا على بالنا. هذا خليك هل تقدري تعطي قتيلو. ما تنجح راه قالت لك هذايا أنتم برك اللي قلتوا لنا. لا لا هي تقول لك دوكا بلي ماشي القطط. تقول لك ماشي القطط، أي سبب اللي ما حش تجيب لها قطة وهي القطط معليش. وشوف هذا من هذا من المواضيع اللي راح نطرقوا ليها يمكن ماشي في هذه الجلسة لكن في الدورات. طيب بخصوص مناقشة المذكرات، اسكو على بالكم بلي كاين ناس يشروا دي ميموار.